سلام خوتي المغاربه، اسمحوا لي غنبداها بالصلاه والسلام. سلام على رسول الله، الى جاي الى جا سيدنا محمد، الله معاه الجاه العلي. مشيت زغريتها من عندكم البنات، زغرتو. هي هذه مسابقه ربحنا، ماشي في تيست اسلاس، ماشي في بلوغ، ماشي في انترنت، هنا ساسون كنشموا ريحه الفوز، كنشوفوه وكنشموه، كنشوفوا ميداليات وكنشوفوا دول مشاركه وكنشوفوا الفوز على ارض الواقع. مبروك خوتي المغاربه على الفوز، المنتخب الوطني المغربي لفنون الطهي بالمرتبه الاولى دوليا، سمعتوا الاولى، مرتبة الاولى دوليا في مهرجان الوان الباربيكيو الدولي المنظم من طرف الفيدرالية الالمانية لفنون الطهي بشراكة مع الفيدرالية اليورو متوسطية والفيدرالية الافريقية الفنون الطهي، حيث حصل المغرب، سمعوا مزيان، 18 ميدالية ذهبية و6 ميداليات فضيات و2 ميداليات برونزية، وبهذا احتل المنتخب الوطني المغربي لفنون الطهي المرتبة الأولى دوليا للمرة الثانية على التوالي في البطولة الدولية للباربيكيو. هنيئا المنتخب الوطني المغربي ديالنا بهذا التتويج الجديد، ويحيى المغرب ويحيى المغاربة في الممشى، ومحمرين ريوسنا ومحمرين وجهنا، بغيت نقول الفرحة خوتي المغاربة. واش غنقول لكم، ملي كنشوفوا الفوز بحال الفوز هذا، كان كل نهار سبحان الله العظيم حنا كننتصروا، كنحققوا انتصارات في الارض الواقع، وشي ناس راهم كيديروا انتصارات وهميه في ارض الانترنت، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم، ولا عزاء للحاقدين. ومبروك علينا خوتي المغاربه، خليت لكم الراحه.